هذا وكان ناطق جماعة الحوثيين قد أعلن فشل المفاوضات مع اللجنة التي أوفدها الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى صعد الأسبوع الماضي. وقال محمد عبد السلام إن اللجنة الرئاسية غير مخولة بالنقاش في القضايا التي قال إن الشعب اليمني طالب بها، وإنما يحملون رسالة أن نستجيب لموقفهم دون إيجاد حلول واضحة. وأضاف عبد السلام أنهم قدموا الكثير من البدائل والحلول من أجل إيجاد صيغة تمثل حلا لمطالب الشعب اليمني وتزيل المخاوف التي يطرحونها، إلا أنهم رفضوا كل تلك الحلول حد تعبيره. وقال إنه كان من المفترض أن تحمل اللجنة رسالة إلى الرئيس توضح البدائل التي طرحناها والقضايا التي تم تناولها، فوجئنا بهم يغادرون صعد اليوم. وأشار الناطق باسم جماعة الحوثيين أنهم سيقومون بإرسال رؤيتهم للمعالجات إلى رئيس الجمهورية.